entame de deuxième mi-temps. Déjà, en quel mal le premier mi-temps, c'était un peu bloqué des deux côtés. Entame de deuxième mi-temps, حلوة برشا من سي اس اس. جاي البونتو بتاع ماهر. من بعد دقيقة كل شيء تقلب. شنو اللي صار؟ والله يا واحد من الناس انا كيفك ماني مش فاهم شنو اللي صار. كنا رابحين من زيرو في تختين ماني تقلب اللعبة. بار كونتر ماني بعد من زيرو جينا ماني كنا نجموا من كي الثاني والثالث. ما لا غالب مونك شويه تايمات الاخرى مونك كونسنتراسيون نقص شويه خبره نعرفش انا واحد من الناس مانيش فاهم معناها شنو صار سي لطفي بكري نحكيو معاه قال ظهر لي الجمهور دز جمعيته باش عملت هكاك مي بون لا صحيح الجمهور دز جمعيته حسيت انت سو لو تيرا صحيح الجمهور صحيح يدز كل شيء ما بار جمهور معناها الغلطين اللي صاروا معناها مش جمهور لا هم معناها نحن عطيناهم موك دو كومبيتيسيون زعما مان نرجع الكره هكاك لا اعلم مش كيما مو يتحمسوا ليا كنا خسرنا الكل ما كيما قلت لك معناها هذيك حاجه تصير ما تصيرش ديما في الكره صارت اليوم مالوغوزمون معناها نتاسفوا برشا لجمهورنا ولرواحنا بلوتو وان شاء الله القادم خير كم فرجاني قول لي رجعت رجعوا الناس كل قربت لبعضها خمسه لستيف اربعه انتوما والاهلي 3 بوان رجعت لسبيرونس تو مش تبدا روتور جديده مش ترتاحوا شويه لو 27 جويه ترجعوا شنو اللي ناقص اليوم سي اس اس باش تنجم تتعدى بكل اريحيه في مرحله الاياب صحيح الناس كل متقاربين تو مازال ما تلعب شيء مازال تو رومات لازم نركزوا فيهم نحاولوا ما نخسروش دي بوان ومانيش انا مش نقول لك ماناش ناقص سي اس اس ولا حاجه ثم بعد ادرب هذا ما في بيننا جروبنا باهي ولازم نقعدوا سوليدير وهذه تصير في الكره ان شاء الله الغلطه هذوما عادش نعاودوها وان شاء الله نقدم خير غياب بسام والروج ودريسا اثر اليوم في بالي اللي لعبوا اليوم في بلاصتهم معناها توا دي باهي ما يعنيش لي معناها دريسا والروج وبسام معناها عندهم الكاليبر نتاعهم في الجمعيه معناها عندهم بلاصتهم ان شاء الله يرجعوا في معنا الماتشات الجايه وان شاء الله القادم خير اون دانيير كيسيون فرجاني على شويه كثر الحديث على البرونغاسيون دو كونترا على بوسيبل ديبار تاع فرجاني لبرا على كلوز ليبيراتوار فما في الكونترا تاعك شنو فما صحيح من هذا كله تو مش وقته هنا ولا ما نيش نحكي في الموضوع هذا تو اي مي توت فاسون فما نيغوسياسيون مع جمعيتك هي جمعيتي وطلعت فيها لهنا معناها ما ثم حتى مشكل معناها ماني ماهيش حاجه جراف ماني نتفاهم خاطر برشا عبيت اول نحب انت باش الناس تعرف لا ما ثم حد شيء ما ثم حد شيء هذه جمعيتي وكملنا الماتش هذوما من بعد نقعدوا في عقلنا ونحكيو ما ثم حتى مشكل عاش كيف رجعنا